الجبارة دي كنز وسحر، ولو مش عندك قومي هاتيها حالا. الحبة الجبارة دي ليها فعالية السحر في حرق الدهون، وخاصة دهون البطن العنيدة. الحبة دي يعني بصي بتحارب دهون البطن العنيدة، حتى لو كانت دهون بطنك عنيدة وخدت لها علاج وعملتي دايت وخسيتي، بس بطنك لسه فيكي كرش، الحبة دي هتنسف دهون بطنك نسف. حتى لو كانت الدهون بقالها سنين، وحتى لو كانت عنيدة، الحبة دي أعند منها. الحبة دي بتقلل نسبة الكوليسترول في الدم، بتخرج السموم من الجسم، بتعلي نسبة الحرق في منطقة البطن بشكل فعال جدا. يلا بينا علشان نعرف الحبة دي ونستخدمها ازاي، والنتيجة هتلاحظيها من اول استخدام. فضلا وليس امرا اعملي لايك للفيديو وشير كتير علشان الكل يستفاد. ربنا يجازيكي خير، ما تستخسريش فيا اللايك. ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مية من قناة وصفات سحرية مع مية. النهاردة وصفتي مميزة جدا، وصفتي رهيبة قوي. وصفتي دي للبنات وللناس اللي طلبوا مني يا مايا احنا عايزين حاجة لإزالة دهون البطن والجناب العنيدة. يا مايا احنا لعبنا رياضة، ما بنقدرش نلعب رياضة، قصدي يا مايا احنا بنعمل دايت بنخس، بس بطننا بيكون الدهون متراكمة فيها وما بتخسش بسهولة، حتى لو نزلت بتنزل حاجة بسيطة قوي، وجسمنا بيرفع بس كرشنا قابب. يا مايا احنا خدنا ادوية تخسيس، يا مايا احنا خسينا، دهون البطن عنيدة قوي. يا مايا انا جبتلك الحل، جبتلك حبة. الحبة دي لو استخدمتيها بنفس الطريقة اللي انا بقولك عليها في الفيديو، هتشلك دهون البطن العنيدة وهتكون اعند منها، وان شاء الله تلاحظي الفرق من اول استخدام. تابعي معايا الفيديو للاخر. لو فوتي الفيديو ما تجيش تلوميني وتقولي الوصفة ما جابتش معايا نتيجة. لو اول مرة تشوفوا قناتي، ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الاحمر وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. لايك للفيديو فضلا وليس امر. اول حاجة معايا هنا طبق، تمام؟ طبعا هعرفكم على الحبة وازاي هنجيبها وازاي هنستخدمها، بس الاول هنضيف المكونات اللي احنا عايزينها في الحبة دي. الاول اول حاجة المكونات دي ملهاش بديل، لانها قوية جدا جدا، وانت عايزة نتيجة من اول استخدام، فان شاء الله هتجيب معاكي النتيجة. معايا هنا معلقة من الشاي الاخضر، وما ينفعش تستبدليه بشاي احمر، الشاي الاخضر ممتاز. هنجيب معلقة من الشاي الاخضر زي ما انتم شايفين بالشكل ده، تمام. ومعايا هنا تاني مكون، وده برضو هقولك ممكن تستبدليه بايه. معايا هنا معلقة من الشوفان، الشوفان اهو يا بنات، واللي يعرف اسامي تانية يكتبها في الكومنت علشان الباقي يستفاد. هناخد معلقة واحدة بس كبيرة من الشوفان، وفي اخر الفيديو هبقى اقولك انت ممكن تستبدلي الشوفان بايه، تمام. تالت مكون معايا، كلها مكونات من بيتك رخيصة جدا وبس فظيعة لحرق الدهون، وكلها من بيتك. معايا هنا يا حبيبة قلبي، بسم الله، معلقة صغيرة من اليانسون او حبة الحلاوة من اليانسون بالشكل ده، وهنقلبهم بالشكل ده. بصوا بقى يا حبايب قلبي، الحبة اللي معايا دي حبة ايه؟ الحبة اللي معايا دي حبة البندق. البندق انا مليء، هكتب لكم برضو لو ليه اسامي تانية في الكومنتات، واكتبوا انتوا. البندق هي بتكون شكلها كده، طبعا ده بندق مش مقشر، ده بقشره. البندق يا بنات من الحاجات والدراسات يعني اثبتت، والموضوع ده اسألي فيه، ان هي رهيبة في حرق وزيادة معدل الحرق في الجسم، وخاصة منطقة البطن بشكل فظيع، وبتخرج السموم من منطقة البطن. والوصفة اللي معايا اقتصادية جدا، هتقولي لي البندق ما ممكن، لا، الوصفة اللي معايا هتحتاجي منها حبيتين فقط، يعني مش هتكلفك شيء. طيب هنا بقى في معلومة مهمة قوي، البندق اللي هنجيبه هنجيبه بقشره، ويكون بندق ني ما يكونش محمص. البندق المحمص بيزود معدل ما بيعملش اي حاجة، وبيكون فيه سعرات حرارية كتير. البندق الني يا بنات، الني هتجيبيه زي ما انتم شايفين، انا فتحاها اهي اهي، كسرتها بالكسارة، بصوا اهي، تكون نية نية مش محمصة. ادي خدنا واحدة، ادي خدنا اتنين،
هي دي بقى اللي هتحرق الدهون بشكل فعال مع الخلطة دي، هي دي السر ان شاء الله. هنجيب الحبيتين ويكون ني، لو جبتيه محمص مش هينفع خالص، لازم يكون ني. وحطيناهم بالشكل اللي انت شايفاه ده مع بعض، حبيتين فقط على المقادير اللي احنا لسه قايلين عليها، ويكون ني يا بنات بالله عليكم ني، ما تجيبوش محمص خالص ولا مقشر، انا عايزاكي تجيبيه بقشره وتقشريه انت. طيب هنعمل ايه بقى؟ هناخد الخلطة اللي معايا دي وهنبدأ ان احنا ناخدها في المطحنة بتاعت الخلاط، هنطحنها طحن جيد جدا جدا وهرجع لكم تاني. هنبدأ ان احنا ناخد معلقة من المكونات اللي احنا طحناها دي، اللي هي مكونة من ايه؟ من شاي اخضر وينسون وشوفان وحبتين من البندق. هنحط معلقة كبيرة، والمكونات دي برضو هتفيد معاكي، هتبدأ تستخدميها تاني تمام. وهنبدأ ان احنا نيجي عليهم بمية مغلية بالشكل ده. طبعا الوصفة دي ممتازة للناس اللي بتعاني من التهاب في المعدة، ممتازة للناس اللي بتعاني من انتفاخات غازات، ممتازة للمرضعة، تقدر ان هي تستخدمها، امنة جدا على المرضعة، امنة جدا على كبار السن، ملهاش اي اثار جانبية نهائي، بالعكس هي مفيدة جدا جدا لصحة الجهاز الهضمي ولصحة الجسم. ومش بس هي بتحرق الدهون يا بنات او بتخسس، لا هي كمان هتفيد جسمك في حاجات كتير جدا، ومن ضمنها صحة الجهاز الهضمي وصحة بشرتك وجمال كمان شعرك تمام. احنا ضفنا المكونات ديت وحطينا المية المغلية، وطبعا ما ينفعش السكريات خالص، ما تحطيش سكر عليها نهائي، ممكن تحليها بالعسل النحل بس كمان يفضل بلاش افضل يعني. هنغطيها بالشكل ده علشان البخار اللي انت شايفاه طالع ده هو الفايدة، فلازم نغطي الحاجة كويس ونسيبها لما تدفى خالص. طيب انا هقول لكم هنستخدم الوصفة الجميلة القوية دي ازاي ومدتها قد ايه، بس هعمل معاكم حاجة بسيطة قوي وبعملها معايا طبعا، ودي مهمة جدا، وبعدين هقول لكم. معايا هنا طبق بالشكل ده، ومعايا هنا زيت زيتون، وممكن كمان تحطي زيت الطبخ او زيت الاكل، ده هينفع وده هينفع، مفيش اسهل من كده. اهو هناخد من زيت الزيتون بتاعنا مقدار معلقة صغيرة من زيت الزيتون، وممكن تحطي عندك زيت زيتون تحطي، عندك فازلين حطي، عندك كريم مرطب حطي، عندك زيت الاكل حطي، يعني الزيت او تركيبة الزيوت ممكن تحطي اي نوع زيت، وممكن كمان زيت جونسون، يعني انت متقدري تتحكمي في الزيت اللي انت هتحطيه، او لو ما بتحبيش الزيوت ممكن تحطي كريم تمام، او كريم مرطب ممكن ينفع جدا. معايا هنا نص معلقة من القرفة او الدارسين المطحون، وهنقلبهم بالشكل ده على زيت الزيتون بتاعي، وانا قلتلك برضو هتقدر تستبليه بايه. ومعايا هنا برضو ربع معلقة من القهوة سريعة الذوبان النسكافيه يعني، وممكن القهوة العادية بالشكل ده، وهنقلبهم مع الزيت بالشكل ده. هتلاقيني دايما بقول هي دي الوصفة الصح اللي هتنفعلك جدا، ودايما بوصي بيها، هي دي اللي بتجيب من الاخر معاكي يعني. اول حاجة هنقول دلوقتي هنستخدم الوصفتين ازاي. الوصفة الاولى احنا غطيناها وسبناها بالشكل ده، هنبدأ نعمل ايه؟ اول حاجة هتسيبيها لمدة نص ساعة او ربع ساعة تدفى خالص وهي متغطية زي ما هي كده تمام. هتبدأي ان انت تصفي المشروب ده، تبدأي ان انت تنقليه وتصفيه علشان برضو الحاجات اللي فيه ديت تتشال، عشان تقدر انك تشربيه وهو صافي وهو دافي، علشان لما يكون دافي برضو ما يكونش طعمه مش حلو. هتشربيه لمدة يومين، مرتين في اليوم، مرتين في اليوم، يعني المشروب ده هيكفي كوبايتين. الكوبايتين دول هنقسمهم مرة قبل الفطار بنص ساعة، ومرة قبل السحور بنص ساعة، ولو بغير رمضان مرة قبل الفطار بنص ساعة، ومرة قبل العشاء بنص ساعة تمام. هنشربها مرتين في اليوم لمدة قد ايه مية، لحد ما النتيجة تلاحظيها. انت هتلاحظي نتيجة من اول مرة ان شاء الله، اول ما تحسي ان خلاص انت وصلتي للوزن المطلوب لبطنك الدنيا تمام، وقفي المكون عشان هو بيخسس جدا. طيب بالنسبة لده، ده يا حبيبة قلبي للناس اللي عندها كرمشة في الجلد،
عندها ترهلات في الصدر، ترهلات في الذراعين، ترهلات في البطن، علشان لما نيجي نخسس البطن ما تبقاش مترهلة ومكرمشة وشكلها وحش. فلازم ندهن المكون ده بشكل دائري كويس جدا على منطقة البطن او منطقة اي منطقة عايزة تشدي منها الترهلات وتشيلي منها الكرمشة، وهتسيبيها لمدة ساعتين اتنين فقط. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وتغسلي طبعا مكانها بمية باردة علشان نقفل المسام. تستخدميها يوميا طول ما انت بتستخدمي الوصفة دي علشان نخسس ونشد في نفس الوقت. ان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم، ما تنسونيش في اللايك، والسلام عليكم.